سلام حبيبي، اليوم غادي نديرو الكراتان بالطون والسبانخ والبصلة. كي يجي جديد بزاف. المهم خليكم مع المقادير. المقادير عندنا نص كيلو ديال البطاطا مسلوقة مطحونة، نص كيلو ديال لي زيبيناغ اللي ديجا غسلناها مزيان وقطعناها رقيق، عندنا نص لترو ديال الحليب، عندنا معلقة كبيرة ديال الدقيق، عندنا علبة كبيرة ديال الطون، بصلة محكوكة، جوج معالق ديال الفرماج حمر، جوج المثلثات ديال الفرماج العادي، عندنا معلقة ديال الزبيدة، وعندنا الملح، بودرة ثومة بودر، والكمون والإبزار. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة للبطاطا أنا طحنتها بهاد الآلة اليدوية، كتسهل عليك الصراحة. إذا ما كانش راه مكتفي غير بالفرشات أو قاع تاع الكاسة هو كي يدير البطاطا مزيان. أول حاجة نضيفو الثومة، تقريبا معلقة صغيرة، شوية الكمون، الابزار. قبيصة ديال الملح، نخلطوها مزيان. من بعد ما خلطناها مزيان غادي نبداو دابا في الطريقة. غادي نجيبو مول اللي كيدخل الفران، نهناه بالزبدة، كنجيو دابا كناخدو هكا البطاطا ديالنا، كنجيو نديرو فيها واحد الكمية ديال الطون. سمحوا لي انا مبقاوش عندي ليغون باش نستعملهم، كنظن كترت، وكنديروها على شكل كوارة كما كتشوفوا معايا، ونحطوها في القالب ديالنا، وهكذا توالي حتى كنكملو. من بعد ما كملنا الكويرات ديالنا، دابا ندوزو باش نوجدو البيشاميل. الزبدة ديالنا دابت، غادي نوضعو هاديك بالصيبة، نخليوها تشحر مزيان. نضيفو الملح، من بعد تك المعلقة ديالنا، معلقة كبيرة ديال الطحين، نحركو مزيان. من بعد غادي نضيف الحليب، زيد مازال الكمية اللي مازال عندنا. من بعد ما قادينا البيشاميل ديالنا، نضيفو دابا السبانخ، نحركوهم مزيان بما نزلو، نضيفو البزار، ثومة، نضيفو الجبن ديالنا، نضيفو
خلوه يذوب مزيان. من بعد ما ساح الفرماج ديالنا غادي نخليه غير شويه بما برد هذا الخليط كما كتشوفوا معايا، نصبوه فوق هاد الكويرات هذه. من بعد غادي ندخلوا الخليط ديالنا غير يتحمر، يعني راه عندنا كلشي طايب غير يتحمر. هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا. اذا بغيتوا تضيفوا جبن محكوك من الفوق، سينو تكتفيوا غير هكا. صدقوني كيجي لذيذ بزاف. واذا عجبتكم الكراتان ديال اليوم ما تبخلوش عليا بجيم او لايك، وتابوناو في القناه.